استبق أكثر من 13 وزيرا سابقا وعدد من نواب حزب المحافظين الاجتماع الأسبوعي للحكومة البريطانية لكي يتقدموا بخطاب إلى رئيسة الوزراء تريزا مي، طلبوا فيه على عدم إبرام اتفاق مع حزب العمال ووقف المباحثات الثنائية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما حذروا رئيسة الوزراء من أن عقد صفقة مع حزب العمال لن يكون ملزما لخلفها، وأكدوا أن المحادثات الجارية بأن يتضمن اتفاق الخروج البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي سيفقد بذلك دعم نواب المحافظين الذين أيدوا صفقة الانسحاب في مارس الماضي. الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تواصل على مدار ساعتين، لكن لم تصدر أي تصريحات حول وقف أو استمرار المحادثات مع حزب العمال. وقالت مصادر داونينغ ستريت إن الحكومة ستجري نقاشا جوهريا حول ما إذا كانت ستتخلى عن المحادثات بين الأحزاب، ويتوقع العديد من النواب إلغائها. من جهتهم حث نواب البرلمان من حزب العمال جيرمي كوربين زعيم الحزب بوقف المحادثات مع تريزا مي باعتبار أنها لم تسفر عن شيء، وذلك في المواجهة التي استمرت 90 دقيقة والتي كانت ساخنة في بعض الأحيان. وقد تعرض زعيم حزب العمال أيضا لهجوم من جانب نواب مؤيدين للبقاء مطالبين بالتزام أكثر ثباتا بسياسة الحزب المتمثلة في دعم إجراء استفتاء ثاني حول الخروج من أوروبا. على صعيد آخر، وزير البيئة مايكل غوف قال إنه ينبغي منح تريزا مي الوقت والمساحة والكرامة للمغادرة بطريقة أفضل. وكانت مي قد وعدت بالتنحي من منصبها بمجرد بدء المرحلة الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الجمود بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستمرا. اجتماع أسبوعي مهم هذا الأسبوع لتريزا مي مع أعضاء مجلس الوزراء، لكن هذا الاجتماع هناك مطالبات بوقف المحادثات مع حزب العمال من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون خسائر، لكن يبدو أن الآراء تتجه إلى وقف هذه المحادثات حتى لا تكون مشكلة لمن سيخلف رئيسة الوزراء تريزا مي في الأيام القليلة المقبلة. عمرو منير، قناة الغد، لندن.